إلى السودان الآن، حيث تدعو قوى الحرية والتغيير إلى إضراب عام، الأمر الذي رفضه حزب الأمة المعارض في بيان أكد فيه على ضرورة إعادة تجميد النقابات وإعطاء الحركة النقابية استقلاليتها، ورفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة، وكذلك المطالبة بإجراء انتخابات عامة حرة، وتأكيد أن الاعتصام التاريخي أمام القيادة العامة يجسد الثورة الشعبية. وفي البيان أيضا هناك دعوة لتنظيم حركة شعبية واسعة في الداخل والخارج. الآن معنا من الخرطوم المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين أمجد فريد. مساء الخير أستاذ أمجد، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. بداية، هل هناك بالفعل انقسام إذا جاز التعبير أو آراء مختلفة فيما يتعلق بمسألة الإضراب والاعتصام وهذه الأمور؟ هل تيارات المعارضة مجمعة إلى حد ما على هذا الموضوع، أم أن هناك خلافات كما هو واضح من موقف حزب الأمة؟ يوم الجمعة الماضي أصدرت قوى الحرية والتغيير أستاذ أمجد معنا. طيب، سنعود إلى الأستاذ أمجد بعد قليل، هناك خلل فني على ما يبدو شاهدت مراسلنا عبد الرحيم الفارسي، قد نعود إليه أيضا في السودان. طيب، الأستاذ أمجد أصبح معنا مرة أخرى، تفضل أستاذ أمجد أكمل حديثة. طيب، كما أسلفت، يوم الجمعة الماضية أصدرت قوى الحرية والتغيير، وهي تحالف واسع يضم قطاعات مهنية ومدنية وسياسية، جدول للتصعيد الجماهيري باتجاه المطالبة بحكومة مدنية انتقالية تدير أو سلطة مدنية انتقالية تدير الفترة الانتقالية في السودان. واشتمل هذا الجدول على إعلان إضراب يوم الثلاثاء والأربعاء 28 و29 من مايو الجاري. هذا الإضراب تم إصداره عبر تشاورات واسعة داخل كتلة قوى الحرية والتغيير باتجاه التصعيد الجماهيري للمطالبة بالموقف التفاوضي المتفق عليه من قوى الحرية والتغيير. حزب الأمة هو جزء من هذا التحالف، تحالف قوى الحرية والتغيير، عبر عضويته في كتلة نداء السودان التي تضمه إلى جانب حركات مسلحة وحزب المؤتمر السوداني وحزب التحالف السوداني وحزب البحث السوداني، وهو جزء من هذا القرار وجزء من هذه الدعوة التي صدرت في جدول واضح للتصعيد الجماهيري باتجاه المطالب المتفق عليها. إذن هذا الموقف الذي عبر عنه حزب الأمة يمثل حزب الأمة فقط، أم أن هناك تيارات أخرى أيضا ترفض مبدأ الإضراب؟ بالطبع، فإن ما يرد في بيانات حزب الأمة يعبر عن حزب الأمة. لا أنا أدرك ذلك أستاذ أمجد، ولكن فيما يتعلق بالتيارات الأخرى وموقفها من مسألة الإضراب، يعني هل لمستم أن هناك تأييد أم أن هناك بعض القوى التي تعارض ذلك؟ قوى إعلان الحرية والتغيير موحدة في موقفها الجماهيري في الدعوة للتصعيد الجماهيري عبر الجدول الذي صدر في بيان يوم الجمعة، والذي يشتمل على مواكب وعلى ندوات جماهيرية وعلى تفاعل مع الجماهير، بالإضافة إلى إضراب 28 و29 مايو، إضراب الثلاثاء والأربعاء السابق، الذي استغل الفرصة عبر شاشتكم في دعوة كافة قطاعات الشعب السوداني للانضمام إليه وللمشاركة فيه من أجل المطالبة بتنفيذ أهداف إعلان الحرية والتغيير في المطالبة بسلطة مدنية انتقالية ومجلس سيادة ذو طابع مدني يدير البلاد في الفترة الانتقالية. طيب، سأعود لأسألك عن هذه المسألة، يعني مسألة الحوار مع المجلس العسكري الانتقالي، هل وصلت بالفعل إلى نهاية أو إلى طريق مسدود؟ أين نقف من هذه المسألة الآن؟ ولكن أيضا أعود إلى بيان حزب الأمة الذي يشير إلى مسألة ضرورة إعادة تجميد النقابات وإعطاء الحركة النقابية استقلاليتها، على ماذا يدل ذلك؟ أنا أعلم أنك لا تتحدث باسم حزب الأمة، ولكن هذا أيضا موقف لافت، بس بما أنك يعني تمثل النقابات بشكل أو بآخر.
بالطبع فإن النقابات التي أنشأها النظام السابق والتي جمدها المجلس العسكري قبل عدة أسابيع ثم فك عنها التجنيد الأسبوع السابق هي لا تمثل نقابات أو لا تمثل الحركة النقابية السودانية بشكل حقيقي. هذه النقابات استثمر نظام الإنقاذ مدى يعني على مدى 30 عام كل قوته في تدميرها، في تغيير طبيعتها عبر تغيير قانون النقابة الفئوية إلى نقابة المنشأة، في محاولة السيطرة عليه وتحويلها إلى أزرع سلطوية داخل الكيانات المهنية. وبالطبع فإن هذه النقابات ينبغي تجنيدها وحلها وإعادة صياغة قانون النقابات لتشكيل نقابات حقيقية، انتخاب نقابات حقيقية تعبر عن المهنيين السودانيين وعن العمال وعن النقابيين. كل ذلك ينبغي أن يتم في الفترة الانتقالية في ظل حكومة مدنية وسلطة مدنية تتولى إعادة صياغة القانون النقابات في السودان لتشكيل حركة نقابية حقيقية منتخبة تمثل قواعدها وتمثل جمهور العاملين. وما تجمع المهنيين نفسه إلا دلالة على أن هذه النقابات السلطوية السابقة لا تمثل حقيقة جماهير العاملين ولا تمثل جماهير الموظفين ولا جماهير العمال ولا جماهير المهنيين. تجمع المهنيين نفسه هو تحالف لنقابات ظلت تعمل في الظل في مقاومة قانون النقابات السابق، في مقاومة نقابات السلطة، في مقاومة نقابات المنشأة. تمت استثمرت النقابات الشرعية التي تحالفت في تجمع المهنيين كل وجودها الجماهيري وكل ثقلها المهني في مقارعة النظام، حتى نجحت في إسقاطه بالتحالف مع بقية قوى الحرية والتغيير وخلع الرئيس المجرم عمر البشير في 11 إبريل الماضي. طيب أستاذ أمجد ابقى معنا إذا سمحت، سأعود لأسألك عن بعض القضايا الأخرى، ولكن سأنتقل إلى مراسلنا الآن في الخرطوم عبد الرحيم الفارسي. مساء الخير عبد الرحيم، كيف هي الأجواء في الشارع إزاء مسألة أولا الدعوة إلى الإضراب العام، وأيضا إزاء مسألة توقف هذه المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بشكل عام؟ نعم، بالنسبة للإضراب العام الحركة تمضي على قدم وساق من أجل خوضه يومي الثلاثاء والأربعاء. الدعوات تستمر، وكذلك عملية شرح وتشكيل اللجان القطاعية على مستوى المؤسسات والمنشآت والشركات والدوائر الحكومية من أجل خوض هذا الإضراب في سياق يحترم القوانين طبعا المعمول بها في السودان، مع الحرص على أن يكون الموظفون يأتوا إلى دوامهم كالاعتياد ويبقون هناك دون أداء مهامهم. العملية الآن ربما الشارع صدم شيئا ما بهذا الشرخ الذي حصل في خطاب الحرية والتغيير حينما أعلن حزب الأمة السوداني عن رفضه لهذا الإضراب بناء على قراءته الخاصة للوضع السياسي والأمني في السودان. كذلك رفضه كما تحدث ضيفنا قبل قليل عن نقابة المنشأة، وهنا أيضا مراقبة حثيثة لتحركات قادة المجلس العسكري الإقليمي، سواء الزيارة التي قام بها الركن حميدتي نائب رئيس المجلس قبل يومين إلى المملكة العربية السعودية، أو الزيارة التي قام بها رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان أمس إلى القاهرة، ثم الزيارة الأخرى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. كل هذا طبعا يتابع بشكل وثيق باعتبار أن هذه جزء من الحملة التي يقوم بها الطرفان من أجل شرح الوضع هنا في السودان. ولكن الكلمة الفصل هي 10% المتبقية من الاتفاق المزمع بين الطرفين، بين العسكري وبين الحرية والتغيير، وهي مسألة المجلس السيادي. لم يصدر أي كلام قبل بضع ساعات، راجع بأن المجلس العسكري قد وافق على نسبة 5-5 في المجلس السيادي مع الحرية والتغيير على أساس أن تكون الرئاسة دورية أو تناوبية، لكن مصدرا من المجلس أكد أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، إضافة إلى أنه لم يحدد أي موعد لاستئناف المفاوضات. إذن التجمع المهنيين وشريحة كبيرة من أتباع الحرية والتغيير ماضون نحو الإضراب السياسي، وشريحة أخرى أو المجلس العسكري لا زال يلتزم الصمت. ربما الآن يجمع كافة الأوراق، ولعل الساعات المقبلة أو ربما غدا نسمع
صوتا من عندهم ونسمع القرار الذي يتخذ إما بالاستئناف أو بالمضي في طريق آخر. باختصار عبد الرحيم إذا سمحت، هل موقف معارضة الإضراب فقط يمثل حزب الأمة أم أن هناك تيارات وقوى أخرى أيضا لها رأي معارض ربما لمسألة الإضراب؟ إلى حد الآن البيان والقراءة التي وصلتنا هو بيان الحزب الأمة الذي صدر عقب اجتماع عاجل، ولكن غدا دعا هذا الحزب إلى اجتماع لمجلس قادة الحراك والحرية والتغيير لعلهم آنذاك يقررون فيما يمضي، ولكن يبدو حزب الأمة بقراءته الخاصة هو الذي يدعو الآن إلى عدم المشاركة في الإضراب أو على الأقل رفضه، وتبقى الحرية لأتباعه ولأتباع التيارات الأخرى بالمشاركة فيه أو مقاطعته. شكرا لك عبد الرحيم الفارسي مراسل سكاي نيوز عربية مباشرة من الخرطوم. أعود الآن إلى ضيفنا من هناك الأستاذ أمجد فريد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين. أستاذ أمجد، مسألة الشرخ التي أشار إليها مراسلنا عبد الرحيم الفارسي قبل قليل، إلى أي مدى يمكن الحديث بالفعل عن وجود شرخ في صفوف المعارضة أو على الأقل في صفوف المحتجين في الشارع اليوم فيما يتعلق بمسألة الإضراب؟ ينبغي علينا أن نفهم شيء أساسي في تكوين تحالف إعلان الحرية والتغيير. إعلان الحرية والتغيير وقعت عليه قوى سياسية ومدنية من طيف واسع يمثل أوسع طيف سياسي في الشارع السوداني من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بالإضافة إلى النقابات المهنية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني. لا يوجد ما يمكن أن تطلق عليه شرخ، ما يوجد هو تباين طبيعي في الآراء، وهذه يتم حسمها عبر آليات ديمقراطية داخل تحالف الحرية والتغيير. نحن السودان الآن في مرحلة مخاض ومرحلة انتقال من مرحلة سيطرة الرأي الواحد والحزب الواحد والقرار الواحد إلى مرحلة التباين في الآراء، التلاقح بين الآراء المختلفة في محاولة التوصل إلى ما يجمع السودانيون بعضهم وبعض. وفي ذلك لكل حزب أيديولوجيته وطرحه المختلف، لكن في التحالف فهو ينصاع إلى رأي الآخرين وينصاع إلى تبادل أفكار وما يتفق إليه مع الآخرين. قوى إعلان الحرية والتغيير متفقة وموحدة باتجاه التصعيد الجماهيري من أجل التوصل إلى سلطة مدنية انتقالية حسب موقفها التفاوضي المعلن. هذا الأمر متفق عليه داخل إعلان هو الحرية والتغيير، وهو مطلب الثوار في الشارع. هذا المطلب لا يمكن تجاوزه حتى من الوفد المفاوض لقوى الحرية والتغيير. هذا هو مطلب الثوار في الشارع، هذا هو مطلب السودانيين، وهذا هو المطلب الذي مهارته دماء الشهداء وبطولات السودانيين الذين واجهوا ببسالة الحكم العسكري السابق. لا يمكن الانتقال، لم نصنع هذه الثورة ولم يصنع السودانيون هذه الثورة للانتقال من حكم عسكري إلى حكم عسكري آخر. والإضراب السياسي هو أحد الحقوق التي انتزعها الشعب السوداني في ثورته، وهو أحد حقوق التعبير السلمي عن الرأي السياسي، وهذه هي الديمقراطية التي نريدها، أن يكون لكل سوداني ولكل سودانية الحق في التعبير عن مطالبهم السياسية باستخدام هذه الأدوات السلمية. أعيد تكرار دعوتي لكافة أطياف الشعب السوداني بالمشاركة في هذا الإضراب من أجل مطالبهم وأهدافهم الذين يريدون تحقيقها عبر ثورتهم المجيدة. طيب أستاذ أمجد، في الوقت المتبقي لدي سؤالين إذا سمحت لي. أولا، ما مدى صحة أو دقة ما قيل عن التوصل إلى صيغة مع المجلس العسكري الانتقالي، صيغة 5+5 فيما يتعلق بالمجلس السيادي مع رئاسة دورية؟ هل هناك أي حديث عن هذا الموضوع؟ لم تتلقى قوى الحرية والتغيير حتى الآن ولا تجمع المهنيين أي طلب رسمي بمواصلة التفاوض ولا أي طرح مثل هذا الذي ذكرته. آخر طرح طرحته قوى الحرية والتغيير بعد التفاوض السابق هو مجلس سيادة بأغلبية مدنية ورئاسة دورية. هذا هو آخر طرح طرحته قوى إعلان الحرية والتغيير داخل التفاوض، وتم رفضه من قبل المجلس العسكري. أخيرا أستاذ أمجد، مسألة الانتخابات، حتى الانتخابات الآن لم يتم العامة مواصلة التفاوض على أي شيء آخر. مسألة الانتخابات التي أشار إليها حزب الأمة في بيانه، هل الوقت الآن مناسب برأيك لإجراء انتخابات عامة حرة في السودان اليوم؟
الانتخابات أشار إليها المجلس العسكري ويحاول تهديد القوى السياسية بها، لكن الانتخابات هي مطالب الديمقراطيين، هي مطالب الأحزاب السياسية السودانية، هي مطالب القوى المهنية والديمقراطية. الجيش السوداني والمجلس العسكري ظل على مدى 30 عام جزء من نظام شمولي يزور الانتخابات ويقمع الناس. لا يمكن تهديد المعارضة السودانية بالانتخابات، لكن هناك صعوبات عملية باتجاه إجراء عملية انتخابية حقيقية تمثل كل السودانيون. أبرزها وجود 8 مليون لاجئ ونازح في معسكرات اللجوء والنزوح يعيشون في أوضاع غير طبيعية. أبرزها عدم وجود قانون انتخابات عادل يضمن عملية انتخابات شفافة وعادلة وتمثل رأي كل السودانيين. نحن لا نريد تمثيلية انتخابية مرة أخرى. نحن لا نريد مظاهر انتخابية. الانتخابات وسيلة نحو الديمقراطية وليست غاية في ذاتها. نحن نريد عملية حقيقية تمثل كل السودانيين في ظروف تتيح لهم حرية الوصول إلى المعلومات، حرية الاختيار السياسي بشكل متكامل وفي أوضاع سليمة، وأيضا عملية انتخابية عادلة يكون يشارك فيها الجميع، يشارك فيها المتأثرين بالحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، يشارك فيها المواطنون في مناطق الأطراف المتأثرة بسوء بعدم عدالة التنمية وعدم عدالة الوصول إلى المعلومات. ولذلك نطرح الانتخابات بعد فترة انتقالية إسعافية يعاد فيها تصحيح الأوضاع في السودان، تعالج فيها مشاكل الشمولية التي أنجزتها التي يعني قامت بها الإنقاذ على مدى 30 عام، وليس مجرد تمثيلية مدينية وحضرية يعني يحاول فيها المجلس العسكري يعني انتزاع بعض الشرعية لنفسه أو لإرضاء جهات خارجية. ما نريده هو ديمقراطية حقيقية وانتخابات حقيقية يشارك فيها كل السودانيون على قدم المساواة، وهذه تتطلب إعداد حقيقي وعمل جاد من أجلها وليس مجرد إعلانات دعائية أو تهديد بما لا يمكن التهديد به. شكرا جزيلا لك الأستاذ أمجد فريد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، كان معنا من الخرطوم.